عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا المواليد برج الاسد. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ركز معايا في القراءه بتاعتك واللي ينطبق عليك، اهم حاجه تنزل تقولولي في الكومنتات وتصلي على الحبيب، والصورة اللي هتطلع ليك ان شاء الله بإذن الله هتكون طاقة إيجابية. يلا التركيز أهم حاجة علشان خاطر القراءة بتاعتك تكون جميلة وتكون كلها أخبار حلوة وأحداث جميلة زي حياتك يا برج الأسد. برج الأسد، قبل ما أبدأ أنا بصور بالكاميرا الأمامية فالصورة بتدي معاك العكس. برج الأسد، انت جاتلك صورة طه. صورة طه ده بتدل ان انت عندك اخبار حلوة او عندك طهارة من ذنب، طهارة من عمل شيطاني او من حد عمال يأذي فيك. اول حاجة انت مخنوق او متضايق، فالفترة اللي جاية هيكون عندك طاقة فرج او طاقة اخبار حلوة. دايما قلبك طيب وده قلبك دليلك بيدلك على الخير. الفترة اللي جاية في تجهيز أمور أو في سر مخفي عندك هيظهر قدامك وبينك وما بين حد. عندك دوامة، الدوامة دي محيراك، فبإذن الله ربنا هيخرجك من الدوامة اللي انت فيها ومن الضيقة والخنقة. بس دايما أقولك اوعى تستسلم أو اوعى تيجي على نفسك من أجل الآخرين. كمل على هدفك وكمل على حلمك. عندك طاقة إيجابية أو عندك حاجة معينة جديدة، عايزاك دايما ما تفكرش في اي حاجة سلبية، فكر في الايجابيات بس عشان انت عندك اخبار سارة. كمان الفترة اللي جاية انت بتحمد ربنا بقدر المستطاع او انت هتحمد ربنا في حاجات كتيرة جدا، بس جوه قلبك خوف او جوه قلبك الم او جوه قلبك حيرة، الله اعلم. عندك مشكلة بتحاول تطلع منها او بتحاول توصل للحياة بشكل مختلف. بعض منكم ممكن يكون حيران، البعض منكم ممكن يكون خايف، البعض منكم ممكن يكون عامل حاجة وندمان عليها. كمان الفترة اللي جاية دي في حاجة مخفية، الحاجة المخفية دي هتظهر بينك وما بين حد. خلي بالك، عندك حد مفتري والحد المفتري ده بيأذي فيك على طول. انت دايما قلقان ودايما حيران، عندك حية عاملة زي التعبان عمالة تسعى علشان تأذيك وعمالة تعمل اي شر علشان توقفك وعلشان تكسر بخاطرك. عندك واحدة بيضة، الواحدة البيضة دي مؤذية وممكن يكون في اسمها حرف الألف أو الياء، خد بالك منها واحذر. انت الفترة كمان الجاية ناوي تعمل حاجات جديدة وناوي يكون في أمور مختلفة. عندك تيسير أمر عاطل بقاله مدة. خلي بالك ان عندك ناس كتيرة جدا عايزين يوقعوك، فانت بفضل ربنا هتكون متألق وواثق من كل خطواتك. عندك كمان مشكلة او عندك حل مشكلة او عندك حاجة تربطك بينك وما بين حد من دمك ولحمك. في كمان هنا انت دايما كنت صابر على الهم او صابر على الاذى، فالفترة اللي جاية هيكون في اخبار حلوة او في نجوم هتكون ساطعة عندك. انت دايما بتحب التجديد في حياتك، دايما بتحب الحاجة المختلفة، دايما بتحب التجديد حتى في نفسك. كمان الفترة اللي جاية دي ممكن تطلع ناس من حياتك هتكتشف ان هم اعداء ليك او هتكتشف ان هم طريقهم مش طريقك، فياريت تخلي بالك من العكسات اللي عندك وتخلي بالك من الطاقات السلبية اللي ممكن تكون محوطاك. انت دايما بتكون ناوي على طريق مختلفة او ناوي على حاجات جديدة، بس بتلاقي الاذى ما بيجيلكش غير منهم. بس عندك طاقات تفكير كتيرة جدا، بتفكر في حاجات كتيرة جدا، بتفكر بتقول هما بيأذوني ليه او جايين عليا ليه رغم ان انا ما بعملش معاهم غير كل خير. كمان الفترة اللي جاية حرفيا انت هتوقف ناس عند حدودها او هتطلع ناس من حياتك علشان هتحس قد ايه الناس دي استغلية وحابين يستغلوك بكل الطرق او بكل الاشكال، فياريت تخلي بالك. ولو في حاجة انت عايز تعملها انصحك دايما ان انت ما تتكلمش عليها. بس الفترة دي خلي بالك ان انت بتعاني من تعطيل.
الفترة دي حرفيا او الفترة اللي فاتت عليك انت اتطعنت او اتصدمت من حد ما تخيلتش، ممكن يكون الشريك او الزوج، اتطعنت منه حسيته قد ايه بالذل وبالاهانة، وحسيته قد ايه ان انت زعلان على الثقة اللي اديتها لهم زيادة عن اللزوم. يعني اقدر اقول ان الصدمة دي كانت شديدة عليك، وعشان كده مازال قلبك برضو موجوع من الخذلان اللي جالك. عندك سحر بيتجدد لك من واحدة ست، وفي علاقة بينك وما بين حد هتكون جميلة جدا الفترة اللي جاية. انت عندك موعد الايام اللي جاية، وعندك ندر، الندر ده عليك لازم تضحي بيه او لازم تعمل بيه. كمان البعض منكم الفترة دي بيفكر في سفر او بيفكر ان هو يطلع من المكان اللي هو فيه، فدايما اقول لك خلي بالك واحذر من الاشخاص اللي حواليك، عشان لو كان عندك نفاق او ظلم ربك يقدر ينصرك باذن الله. انت خاب ظنك في ناس كتيرة جدا او خاب ظنك في اشياء كتيرة جدا، فياريت تكون حذر وتخلي بالك ويكون عندك ثقة بنفسك اكتر. كمان انت حصل عندك فترة من الفترات خسرت ناس كتيرة جدا في حياتك او عملت حسيت ان في حاجة مختلفة. كمان الفترة دي حرفيا حرفيا انت عندك طاقة فرج او طاقة جديدة، رغم ان انت عندك عتاب لنفسك او عندك حاجة تخصك انت شخصيا، بس الفترة اللي جاية هيكون في طاقة ايجابية. كمان انت الفترة دي خسرت حد، والحد ده عزيز على قلبك او حد كان بينك وما بينه موعد او بينك وما بينه حاجة معينة، خسرته حسيت قد ايه بالطعنة او حسيت قد ايه بالصدمة اللي كانت كبيرة عليك وعلى حياتك. كمان الفترة اللي جاية دي هيكون عندك حصدا تاما للي انت زرعته. خلي بالك 99% من بعضكم عنده خروج من الدوامة اللي هو فيها او خروج من الازمة اللي هو بيعاني منها. دايما اقول لكم ما تستسلموش، دايما اقول لكم كملوا عفروا وجهدوا علشان خاطر طريقكم يكون في امان ويكون في طاقة جديدة او حاجة جديدة. كمان الفترة اللي جاية دي هيكون عندك نصرة حلوة جدا او عندك طاقة ايجابية او عندك فرج في حياتك او عندك طاقة معينة تاني، الطاقة دي هتبدأ تتفتح معاك الدنيا وهتبدأ يكون فيها امور حلوة، الدنيا هتبدأ تتظبط معاك. خلي بالك الفترة اللي جاية البعض منكم ممكن يكون ناوي على مشاريع، البعض منكم ممكن يكون ناوي على افكار جديدة، البعض منكم ممكن يكون ناوي على كذا حاجة جديدة. انتوا عندكم بشارات خير، والبشر الخير دي فرج عليكم وعلى حياتكم، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من اي طاقة سلبية او من اي حاجة انتوا بتمروا بيها. ليه؟ علشان الغدر وعلشان الطعنات اللي عندكم. خدوا بالكم كويس جدا من اي حاجة سلبية او من اي حاجة تطعنكم او بمعنى صح من اي حاجة تأذيكم. انت الفترة دي حرفيا عندك انفراجات حلوة او عندك طاقات حلوة، انتوا دايما خايفين من كلام او من عراقيل متوجه ليكم، فدايما خدوا حذركم من كل حاجة في حياتكم. انتوا دايما عندكم طاقات انتظار في عدالة او في حق او في حاجة غايبة عندكم، فالفترة اللي جاية بإذن الله ربك هينصرك من حيث لا تحتسب، وعندك خبر هيجيلك سريع من حد بعيد عنك. كمان الفترة دي انتم متعصبين جدا وعندكم عصبية زايدة، وقررتوا ان انتم ما تسيبوش حقكم ابدا في اي حاجة، او قررتوا بمعنى صح ان انتم تاخدوا حقكم الفترة اللي جاية تالت ومتلت علشان خاطر مش ناويين تسيبوا حقكم ابدا. فالعلاقة السامة اللي عندك بإذن الله ربك هيبشرك خير وهيسعدك من حيث لا تحتسب. برضو عايزاك كمان الفترة دي يكون عندك موعد ثقة بنفسك زيادة عن اللزوم، يكون عندك ثقة في حاجات كتيرة جدا، بس تخلي عندك يقين ان حياتك هتتظبط بفضل ربنا. كمان الفترة اللي جاية دي اقدر ابشرك برجوع حد على حياتك او ابشرك انك هتفعل الحاجة اللي ليك موعد ليها الفترة اللي جاية.
زي ما قلت لك انت هنا عندك شوية اشياء في جسمك وجعينك، عندك صداع، عندك حير، عندك تعب نفسي، فبالفترة اللي جاية نفسيتك هتتحسن وهتطلع من الطاقات السلبية. كمان انت هنا عندك يعني فتنة، الفتنة دي ربك هو اللي هينصرك منها، وهتعرف تطلع او تخرج الناس دي من حياتك بشكل كبير جدا. مشكلتكم ان انتوا قلبكم دليلكم او روحكم طاهرة او حياتكم حلوة، فدايما ربنا بينصركم، بس دايما تخلوا بالكم من اشياء عندكم. عندكم حد خاطب او انتم مخطوبين او هتتخطبوا الفترة اللي جاية، هتكون علاقتكم حلوة جدا في البداية، بس بعد كده هتحصل شوية مشاكل نفسية، وبإذن الله الامور هتتصلح، بس مش عايزاكم تغلطوا غلطكم اللي بتغلطوه كل مرة في كل علاقة، اللي هو ايه، اللي هو ان انتوا ما تأمنوش قوي وما تمددوش قوي على نفسكم. يا ريت تطبطبوا على نفسكم الفترة دي وتحبوا نفسكم بشكل كبير، علشان الظلم اللي واقع عليكم والخيانة والغدر، انتوا اتظلمتوا من اقرب مليكم وما حسيتوش بالحب ولا بالامان برضو من اقرب مليكم، يعني انتوا لقيتوا ظلم ولقيتوا خذلان ولقيتوا طاقة سلبية، فانتوا قررتوا ان انتوا تشتغلوا وقررتوا ان انتوا تعافروا. الفترة دي اقدر ابشركم ان انتوا هتطلعوا من دوامة، هتطلعوا من خذلان، هتطلعوا من حاجة معينة، بس انتوا حواليكم ناس، الناس دي علاقاتك بيهم سامة، علاقاتك بيهم نرجسية، مش حابلك الخير. خلوا بالكم كمان ان الفترة اللي جاية دي انت هتحمل حاجات جديدة، او هيبقى عندك اشتياق او لهفة لحاجات حلوة عندك. كمان انت الفترة دي حرفيا انت دايما بتود الناس اللي حواليك، او دايما بتود اهلك حتى لو هم ظالمين او حتى لو هم كذابين، بتحب تسأل، بتحب تعافر، بتحب يعني تتكلم معاهم، بس في ناس فعلا حرفيا مش سايباك في حالة، او في ناس عندك حرفيا بتحب ان هي تأذيك بأي طريقة. انت دايما معمول لك شوية مشاكل، او ده بيكون بسبب العين الشديدة اللي عليك وبتعاني منها. انت عندك شوية تعطيل في شوية امور، في الفترة اللي جاية بإذن الله امورك هتتظبط، والعاصفة اللي عندك بتروح وتيجي، الامور عندك هيبقى فيها حلو. في كمان خبر هتسمعه، الخبر ده هيفرحك قوي، او هيكون متعلق بكم انتوا شخصيا، هتحسوا قد ايه بالانفراجات، وهتحسوا قد ايه بالدعم النفسي وبالطاقات الايجابية من بعد طاقات سلبية. وما تظلموش نفسكم في اي حاجة، ولو حصل عندكم مواجهة او كلام يا ريت تتصرفوا بشكل عادي ومن غير اي افورة زيادة عن اللزوم، او من غير اي كلمة جارحة. خدوا بالكم واحذروا كويس جدا من اي كلمة او من اي فتحة كلام في اي موضوع ممكن يضايقكم، ويا ريت تاخدوا المواضيع ببساطة، وما يعني ايه، ما تاخدوش الامور بجدية قوي، علشان ما تحسوش بالخذلان اللي جاي لكم من المقربين ليكم. زي ما قلت انتوا الفترة دي متوكلين على ربنا بطريقة كبيرة جدا، رغم ان عندكم حية، الحية دي عمالة تأذي فيكم او عمالة تطعن فيكم، فخدوا بالكم دايما من الاشخاص اللي مقربين ليكم ومن دمكم ولحمكم. عندكم هنا مكالمة من حد غايب عنكم، المكالمة دي هتكون ليكم كده شفاء ان شاء الله. كمان بإذن الله الفترة اللي جاية دي هيكون عندكم شجرة، والشجرة دي هتكون خير لكم، عشان هتحصدوا من وراها طاقة ايجابية، بس انتوا حاسين هنا بوقف الحال الشديد عندكم، وقف الحال ده عندكم بطريقة كبيرة جدا، فان شاء الله بإذن الله الايام اللي جاية هتحس ان الفرحة عايمة على حياتك، وهتحس ان الاخبار فيها طاقات ايجابية. انتم معروفين ان انتم من الشخصيات اللي بتحب الحياة الجميلة، وبتحب ان هي تفعل اشياء جديدة. كمان الفترة دي انت قادر ان انت تفعل اشياء جديدة،
قادر ان انت يكون عندك طاقة ايجابية، قادر ان انت يكون عندك ثقة بنفسك زيادة عن اللزوم. ممكن البعض منكم يكون عنده علاقة تانية او طرف تالت بيتدخل في حياتكم، فدايما تاخدوا بالكم عشان عندكم كوابيس الفترة دي، رغم ان انتوا صابرين على كل حاجة، كل الاذى وكل الظلم صابرين عليه، بس عايزاكم تخلوا بالكم من نفسكم كويس جدا. كمان الفترة دي لو حصل عندك فتنة، فبإذن الله ربنا هو اللي هينجيك يرحمك من الظلم اللي عندك. انت دايما ساكت ودايما ما بتتكلمش كتير الفترة دي، والعقبة اللي عندك بإذن الله ربنا هيخرجك منها او هيطلعك منها كمان الفترة الجاية. ولو بعض منكم عاش في عذاب او عاش في ظلم او عاش في كسرة قلب، ربك بإذن الله هيخرجك. وعندكم حد مريض، الحد المريض ده تعبان وهو من صحابك او من المقربين لقلبك، الله اعلم، بس هم مقربين ليك. الفترة اللي جاية بإذن الله ربنا هيجيب لكم حقكم وهيصرف عنكم العذاب الأليم اللي انتوا عايشين فيه، وهيبقى اخباركم بفضل ربنا فيها طاقات ايجابية، بس ركزوا جدا على ايمانكم بالله. اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، واتمنى لكم الخير. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش تشجعوني في الكومنتات وباللايك الحلو، باللايك الحلو اللي بيعلي الفيديو. تحياتي لكم.